الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، وانفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، اللهم آمين. قال في مسند أحمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند سعد رضي الله عنه، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نبيه أنه قال حدثني أبو عبد الله القراض، قال حدثني أبو عبد الله القراض قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. أبو عبد الله القراض اسمه دينار، أخرج نسائي بن الله من سيد قطان بهذا الإسناد، أخرج الطرقي ومسلم والبغوي من طرق عن عمر بن النبي، وذكر البخاري في التاريخ الكبير مع تعليق ونسائي أيضا في مسند أحمد من طريق أسامة زيد عن عبد الله بن القراض سمع الوطاس وابي هريره واطول من ذلك. نعم. الحديث يقول: من اراد اهل المدينه، من اراد اهل المدينه بدهم اي بسوء او بسوء، وهذا العقاب في التفسير. من اراد اهل المدينه بدهم او بسوء اذابه الله كما يذوب الماء. هذه معناها ان المدينه محفوظه، ولذلك حفظها الله جل وعلا من الدجال. فالدجال اصاله لا يدخل المدينه. الله حرم على الدجال كل مدينة، فعبد الله من الدجال، عبد الله من الأوبئة، الطاعون لا يدخل المدينة، ولذلك من دخل المدينة يريد بها سوءا أو يريد بأهلها سوءا فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة طيبة، أو قال أحد جبل أحد جبل يحبون ونحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبك في جبل الله. فالملائكة تحرس المدينة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر دعا أن ينقل الله جل وعلا حمى المدينة إلى الجحفة. فالمدينة محفوظة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من أراد بالمدينة أو بأهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما ذو الملح. فالمدينة محفوظة بحمد الله جل وعلا، كما قلنا قد حفظ الله المدينة حتى من المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يأتي الدجال إلى المدينة يأتي الملائكة بسيوف سلطة، يخشى أن في المدينة فتهتز وتبتلي في المدينة رجفة فتخرج له أهل النفاق، تجف رجفة فتخرج أهل النفاق إلى يخرجون إلى الدجال. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد أنه قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. قال: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. هذا سند ضعيف، محمد عبد الرحمن بن لبيبة من ضعيف، وحديث منقطع غير مدرك. سعد أسامة زيد هنا أسامة زيد ليس لي، فالإسناد ضعيف. قال: خير ذكر الخفي حتى يقطع عن قلبه الرياء، وحتى لا يشوش على نفسه، يكون مطلبة لمدح أو لغيره. كيف يمثل؟ فهو الهامثل. فخير ذكر الخفي هو الذي يمتنع صاحبه عن الرياء، ولأن الله تعالى قال: أن أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قال: خير الرزق ما يكفي، لأن الرزق لو كان كثيرا يلهي يجعل الإنسان يطغى. فقال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الرزق وقال: اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات أمنا في سربه وعافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذفه. وفيها دلالة على أن الإنسان واجب عليه أن يسعى سعيا حديثا إلى نفس الدنيا، وإلى تطليقها وعدم الاعتناء بها وعدم الاهتمام بها، فقط يأخذ منها الكفاية. وهذا أشار الله إليه في كتابه عندما قال: فامشوا في مناكبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفت في روح الروح الأمين أن لن تموت نفسا حتى تستطيع رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبلوا الطرق. قدركم الله حدثنا السلف مثله. قال: حدثنا علي بن اسحاق عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره قال فذكره. يعني هو مثله فيها الذكر.
الذكر الخفي، كفاء الذكر حفاظ القلب، كفاء الذكر حفاظ للقلب، حفظ الله للمدينة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.